الحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل وبأفضل رسول بعث وبخير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله تعالى. أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. باسمي واسم أعضاء مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائري شعبة القطار نقدم أسمى التحايا والترحيب لأولا الأستاذ الشيخ الداعية عضو المكتب الوطني الأستاذ بن عودة حيرش، ومن لا يعرف هذا الرجل سنعطيكم لمحة وجيزة عنه وتعرفه المناظر. تحياتنا إليه عندما نشاهده على المناظر وعلى خشبة الملتقيات وفي كل المناسبات لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فنجد فيه شفيف العبارة وعمق المعنى وجودة الفكرة ولطف الأدب، ولسان حالنا يقول: أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نسله ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. فلله درك إذ تغرد صائحا ببنات فكر سابح لماح، القول قولك والشهي مذاقه، والشعر شعرك حسبنا من راح. علمتنا أدب الحياة مفصلا فسعى بوجه في الحياة بواحي. مرحبا بك أستاذنا الفاضل في بلدك، في بلديتك، في شعبتك، شعبة القطار، لتشهد افتتاح الرسمي للفرع النسوي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. هذه اللبنة الطيبة المباركة تضاف إلى لبنة هذا الصرح الذي شيدناه منذ تقريبا 4 سنوات. ولو كان الأستاذ زبير الطوالبي حيا بين ظهرانينا لنقل للمكتب الوطني الشعب كما نقلها من قبل، ولقد إنما هذا المولود ولد كاملا مكتملا عند خديجة. هكذا عندما قال بعض الشعب ولدت ميتة وبعضها لقال لماذا جمعيتنا المباركة شعبة القطار في 4 سنوات تقريبا إنجازات كبيرة، وأما بنعمتك فحدث. 4 أقسام يعني براعم القرآن الكريم ما يزيد عن 30 برعم في القسم، 6 أستاذات، 4 أستاذات ومساعدتان. ملح التخرج أستاذنا الفاضل في نهاية السنة، وهذه الدفعة الرابعة، معنا 4 سنوات 4 دفعات. ملح التخرج في الرياضيات، يعرفون الأشكال ويرسمونها ويكتبونها، يعرفون في اللغة العربية الحروف يكتبونها، تربية إسلامية، قيصار الصور، ينطقون نطق سليم والأدعية وبث إلى ذلك. هذا ملمح تخرج الثاني. الدفعة الرابعة رشد الثالثة ابتدائي يا جماعة، راهم رانا نتبعوا فيهم، راهم محتلين المراتب الأولى، ومن بازونا راه يجيبهم ويتابعونا حتى في القرآن الكريم. عندنا 5 أقسام، 5 أقسام قرآن كريم. والفضل يعود إلى السواعد الطيبة الزكية يعني لأعضاء المكتب وللأستاذات الفضليات اللواتي اليوم من حقهن، أولئك أبائي تجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جليل أولئك أبائي جئنا بهم، وهم أمهاتنا وبناتنا يعني، والزوجات الفضليات كذلك موجودات هنا في هذا المكان الطيب لتشهد ميلاد هذا المولود المبارك الذي نتمنى إن شاء الله أن يترعرع في حضن هذه البلدية المباركة. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.